كابتن اشرف حساس حضرتك سريعا بس نروح للكابتن خالد القماشي المدير الفني للنادي الاسماعيلي. كابتن خالد مساء الخير والف مبروك. شايف كل سنه وانت طيب ومتواجد معاكم. معلش الصوت يا جماعه حد يعلي انا مش الحقيقه مش سامع. كابتن خالد حضرتك سامعني؟ جدا موجود معاك بقول لك وكل سنه وانتم طيبين وتحيه وتقدير لكل ضيفه بتكرمها. وحضرتك طيب يا كابتن الحقيقه الاسماعيلي النهارده 3 بونت يعني مهمين جدا اداء جيد جدا الحقيقه الاسماعيلي وماتش يعني تعاملت مع الماتش الحقيقه بشكل اكتر من رائع والحمد لله يعني عدى الماتش حتى باحداث طرد كابتن عصام الحضري ولكن عدت يعني عدى اللقاء بشكل جيد. كابتن اكسبر كنت بتكلم على ايه في المحاضره اللي احنا المباراه ان النادي الاسماعيلي نادي كبير جدا جدا مش اقل من الاهلي والزمالك فاحنا عندنا امل كويس قوي انك انت انا بتكلم على لعيبتي قبل المباراه انك تكسب مباراتين متبقيتين مع وادي دجله مع اسوان وفي نفس الوقت النتائج تخدمك هو امل ضعيف لكن لابد احنا نلعب على الامل ده. حققنا الهدف النهارده ربنا كرمنا اكيد طبعا ترضى عشان محضر فرق كتير في لكن احنا الحمد لله تعاملنا مع مباراه تعامل جيد للغايه. نادي وادي دجله عمل تغييراته في الشوط الاول 3 تغييرات مضطر ان هو وطرد اللاعب فبالتالي ادانا سيطره في منطقه نص الملعب كنا الاكثر استحواذ لكن الشوط الثاني كنت اتمنى الاداء يبقى افضل من كده بحيث ان الزياده العدديه كان ايجابها زي الجون بالظبط الثاني اللي احنا جايبينه ولكن كان في اداء فردي في نهايه المباراه من ابراهيم ومن من من كريم بامبو. كنت سعيد جدا جدا انك انت في ظل نتائج سيئه عملتها في الفتره الاخيره انك انت بتقدر تفوز على نادي كبير جدا زي نادي وادي دجله مع عمدي الفني محترم المدرب الفرنسي كالديرون فبالتالي شايف ان المباراه دي باذن الله تعالى مباراه اسوان ممكن تدينا الافضليه وان احنا نحاول باذن الله تعالى نحقق رغبه جمهور الاسماعيليه الفتره الجايه باذن الله تعالى. كابتن خالد يعني هاخد من كلام حضرتك ورغبه النادي الاسماعيلي يعني انا نفسي الحقيقه النادي الاسماعيلي يعمل خطه طويله المدى يعني نادي اسماعيلي معاه مدير فني محترم حضرتك جهاز فني محترم معاك لعيبه كويسه اعتقد ان السنه دي يعني ما زال الامل موجود للدخول المربع الذهبي ولكن الامور صعبه ومعقده حسابيا ولكن هل من دلوقتي ابتديتوا تبصوا للسنه الجايه؟ هل ابتديتوا تتكلموا على صفقاتكم؟ هل حضرتك خلاص اتفقت حضرتك مكمل الموسم الجاي؟ وطبعا الصفقات الواحد اتكلمت مع العميد محمد بصوت على بعض اللاعبين اللي احنا محتاجينهم. مشكله المشاكل في النادي الاسماعيلي تبصيف ان هي حته المعوقات الماديه هي اكبر عائق بالنسبه لنا على اعتبار انك انت الصفقات دي لابد ان هي محتاجه ماديات طبعا محتاجه فلوس. النادي الاسماعيلي يعني انا بتكلم في تقرير فني الواحد هيقدمه في مجموعه من اللاعبين اكيد طبعا هيتم الاستغناء عنهم وايضا محتاجين مجموعه كبيره من اللاعبين هي اللي هيفرق كله اللاعبين هم الاداء اللي يفيدك في الملعب لا احنا النادي الاسماعيلي محتاج الوضعيه بتاعته تبقى افضل انا فترات السنه دي او الدور الثاني لما جيت يا كابتن كنا ثالث وقريبين على المركز الثاني فبالتالي بعض المشاكل برضه لما بتكلم متعلقات ماديه الحاج محمد بسيط قدر جهده بيحاول يوفر الامكانيات دي لكن انت النادي الاسماعيلي عشان يطلع او يبقى زي الاهلي والزمالك مطلوب زي ما قلت لك هو انك انت استخدام بعض اللاعبين الجيدين في فتره قليله جدا جدا هي اللي جايه قبل نهايه الفتره القيد الاولانيه. كابتن خالد حضرتك مكمل مع الاسماعيلي الموسم الجاي ان شاء الله خلاص حصل اتفاق بالفعل؟ على طول بكلم مع الحاج محمد بسيط والواحد طبعا اكيد لحم كتفه من خير النادي الاسماعيلي وانا الفيصل في الكلام ده كله كابتن محمد تجيب مجموعه من اللاعبين الجيدين يا كابتن لان الوضعيه صعبه جدا كابتن الواحد عانى امرين في اوقات الدور الثاني على طول انك انت النادي الاسماعيلي محتاج لعيبه كابتن النهارده بنتكلم في اماكن مؤثره محتاج فيها لعيبه سيرت باكات رصاص حربه تحت الفروت لعيبه لابد يجي لعيبه مميزه ابراهيم حسن مكمل مع حضرتك كابتن ولا في سموحه خلاص؟ ايه يا كابتن؟ ابراهيم حسن مع حضرتك ولا في سموحه؟ لا ابراهيم حسن يا كابتن عقده مازال مستمر قدامه سنه كمان يا كابتن والصور اللي كانت بتطلع في دي اعتقد انها اتكلمت معاه وقال لي ان هي فتره من الفترات اعتقد كانت فتره كابتن ميدو كان في هو ابراهيم قال لي كان في بعض المشاكل ممكن يروح سموحه يعمل عمليه استبدال مع بعض اللاعبين ده ابراهيم اللي قال لي الكلام ده انا الكلام ده قبل ما اجي يا كابتن كلام مش جديد يا كابتن فبالتالي هو مكمل معانا السنه الجايه باذن الله. يعني هو مضى لسموحه ولا ما مضاش يا كابتن؟ كابتن لا هو عقده مستمر حتى نهايه الموسم القادم يا كابتن مع النادي الاسماعيلي. انا فاهم يا كابتن بس هو بقى مضى ولا ما مضاش؟ اعتقد انه كان مضى في الفتره اللي بقول لك عليها كابتن هي فتره بدايه الموسم ده كان في فتره من فترات كان فيها يتم استبدال مع بعض لاعبين نادي سموحه ده الكلام ده اللي قاله ابراهيم انا ما كنتش موجود لكن ده الكلام اللي قاله ابراهيم نفسي يا كابتن يبقى اللعيبه نفسي بقى اللعيبه عندها وعي شويه في حته الامضه دي يا كابتن يعني تبقى اخر خطوه موضوع الامضه ده نفسي يعني مش على الاسماعيلي على الحقيقه على كل انديه مصر كابتن انت عارف ان الموضوع ده كابتن يعني ما فيهوش حاكم يا كابتن في حاجه زي كده لعيبه كتير جدا جدا بتمضي في اكتر من مكان لابد يبقى في رادع للموضوع ده كابتن يعني طبعًا. على اللعيبه طبعا اي حاجه كابتن لان اللعيب يمضي في اكتر من نادي مش ابراهيم انا بتكلم في اكتر من لاعب كابتن طبعا من نادي. طبعا ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن ببارك لك وان شاء الله باذن الله كل التوفيق الفتره الجايه مع النادي الاسماعيلي ان شاء الله حبيبي كابتن كنت كل سنه وانتم طيبين بشكرك وحضرتك طبعا كابتن خالد القماش مدير الفني النادي الاسماعيلي.